السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حسن البنا. هنبدأ نشتغل مع بعض يا أعزائي طلاب سنة خمسة المنهج بتاعنا مع بعض. بنبدأ النهاردة معانا أول درس وهو درس الموارد المائية. طيب في البداية لازم قبل ما نتكلم عن الموارد المائية لازم نعرف يعني إيه كلمة بيئة. البيئة هي كل حاجة بتحيط بالإنسان. البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان. ممكن الحاجة اللي بتحيط بالإنسان دي ممكن تبقى نبات، ممكن تبقى جماد، ممكن تبقى حيوان. كل الحاجات دي بتحيط بالإنسان دي بنسميها مظاهر طبيعية. البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر طبيعية. مظاهر طبيعية اللي احنا قلنا عليها ايه؟ النبات، الحيوان، الجماد، ومظاهر حضارية. ايه هي المظاهر الحضارية اللي ممكن تحيط بالإنسان؟ زي المباني والمنشآت. يبقى تاني، البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مظاهر طبيعية ومظاهر حضارية. وقلنا المظاهر الطبيعية هي كل ما يحيط بالإنسان، سواء الحاجة دي كانت نبات أو حيوان أو ماء أو هواء. أما المظاهر الحضارية فهي المباني والمنشآت، المباني اللي حوالينا والحاجات اللي حوالينا دي بنعتبرها اسمها بيئة. ده معنى كلمة البيئة. لما جينا نتكلم عن الميه، طبعا احنا عارفين ان الميه حاجه مهمه جدا في حياتنا يا شباب ويا اولاد ويا بنات. فاحنا النهارده بنتكلم عن انواع معينه من الموارد. في عندي موارد طبيعيه وفي عندي موارد بشريه. كلمه موارد يعني حاجه ربنا موفرها للانسان، والحاجه اللي ربنا موفرها للانسان ديت بيساعده او بيستخدمها في حياته، فاحنا هنا النهارده بنتكلم عن الموارد الطبيعيه والموارد البشريه. اول حاجه هنتكلم عنها هي الموارد الطبيعيه. الموارد الطبيعيه هي الموارد اللي ربنا اداها لنا، او هي الموارد التي منحها الله للانسان دون جهد منه. حاجه ربنا اداها لك من غير ما تبذل فيها اي مجهود. زي ايه الحاجه دي؟ زي الميه، زي التربه، زي الهواء، زي النبات. كل دي حاجات ربنا مديها لنا طبيعيه، ما عملناش فيها اي مجهود. الهواء اللي انت بتتنفسه ده طبيعي، ده موارد طبيعيه. الميه اللي انت بتشربها دي من الموارد الطبيعيه اللي ربنا اديها لك سبحانه وتعالى. التربه برضه ربنا اديها لك. الهواء برضه ربنا اديها لك، تمام؟ فكل دي حاجات ربنا اديها لك من الموارد الطبيعيه، من الموارد الايه؟ الطبيعيه. بعد كده زي الميه، قلنا زي الهواء، زي التربة، زي النبات. بعد كده قلنا عندنا الموارد البشرية. الموارد البشرية هي الأنشطة اللي بيقوم الإنسان بها. الحاجات اللي أنت بتعملها زي الزراعة، أنت اللي بتزرع الأرض، دي حاجة بشرية، إحنا اللي بنعملها، مش ربنا مديها لنا كده. تاني حاجة الصناعة، برضه الإنسان لما بياخد الحاجات اللي النباتات اللي بتبقى طالعة من الأراضي الزراعية ويبدأ يصنعها ويعمل مصانع، دي موارد بشرية. ثالث حاجة التجارة، برضه الإنسان لما بيعمل تجارة أو يعمل تجارة أو يتاجر بين الأسواق وبعضها البعض، برضه بتعتبر من الموارد البشرية. السياحة برضه بتعتبر من الموارد البشرية، إن الإنسان بيروح يزور بلد تانية أو يعمل سياحة في منطقة أخرى، دي كلها من الموارد البشرية. يبقى إحنا قلنا تاني مع بعض يا شباب، الموارد الطبيعية هي الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لنا زي بدون جهد منها، من غير ما نعمل فيها أي مجهود، زي المية، التربة، الهواء، النبات. أما الموارد البشرية هي الأنشطة اللي الإنسان بيشتغلها، يعني الحاجات اللي الإنسان بيعملها زي الزراعة، الصناعة، التجارة، والسياحة. طيب تعال نتكلم بقى عن ايه أهمية الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية ليه سميناها بهذا الاسم؟ لأن الموارد الطبيعية دي بتنفع الإنسان، والإنسان يستعملها أو الإنسان يستخدمها دون تدخل من الإنسان. دي حاجات ربنا مديها لنا، عشان كده سميناها باسم موارد طبيعية، لأن الإنسان بيستعملها أو ربنا خلقها لنا بدون تدخل مننا، بدون ما بنعمل فيها أي مجهود، عشان كده سميناها باسم الموارد الطبيعية. طيب ندخل على بقى إيه بقى أهمية الموارد الطبيعية؟ أول حاجة ربنا إدانا المية. المية مهمة في إيه؟ إن المية دي بيستخدمها كل كائن حي، وضرورية لحياة كل النباتات وكل الكائنات الحية وكل الحيوانات، سواء كان حيوان أو إن كان إنسان. أدي أول حاجة ربنا إداها لنا في الموارد الطبيعية. تاني حاجة ربنا إداها لنا في الموارد الطبيعية التربة.
والتربة مهمة برضو، دي من الحاجات اللي ربنا اداها لنا، ان التربة الزراعية بتطلع لنا محاصيل زراعية مختلفة، ودي حاجة مهمة ربنا اداها لنا من ضمن الموارد الطبيعية اللي ربنا اداها لنا. ثالث حاجة في أهمية الموارد الطبيعية هي مصادر الطاقة. ايه هي مصادر الطاقة دي؟ اللي هي البترول والغاز والفحم. البترول ده احنا بنستعمله في السيارات يا اولاد مع بعض، الغاز ده بنستعمله في البيوت اللي هو بنستعمله في البوتاجازات اللي موجوده في البيوت، وبعد كده الفحم برضه بنستعمله، فدي كلها اسمها مصادر طاقه. مصادر الطاقه دي بنستعملها في كل حاجه في حياتنا، بس اكتر حاجه بتدخل فيها مصادر الطاقه اللي هو الغاز الطبيعي والفحم والبترول هو في الصناعه. عشان كده تعتبر مصادر الطاقه هي اساس التقدم الصناعي، اساس التقدم الصناعي. طيب دي كده اهميه الموارد الطبيعيه. يبقى الموارد الطبيعيه اول حاجه المياه مهمه عشان هي لازمه لحياه كل واحد فينا، نبات او حيوان او انسان. التربه مهمه عشان التربه الزراعيه بتدينا المحاصيل الزراعيه المختلفه. مصادر الطاقه برضو مهمه عشان مصادر الطاقه برضو هي اساس لعمليه الصناعه. قلنا مصادر الطاقه اللي هي ايه يا جماعه مع بعض؟ قلنا مصادر الطاقه اللي هي البترول والغاز الطبيعي والفحم، دي كلها من اهم المصادر بتاعت الطاقه. طيب ممكن يجيلك بيقول لك تفسر ليه بتعتبر الطاقه او مصادر الطاقه اساس الصناعه؟ ليه؟ لانها لازمه لتشغيل الالات في المصانع. قلنا ممكن بنستعمل البترول عشان نشغل بيه الالات اللي موجوده في المصانع. قلنا كمان بنستعمل، قلنا كمان ان احنا بنستعمل الغاز الطبيعي عشان برضه بنستعمله في المصانع، وكمان احنا بنستعمل الغاز الطبيعي في بيوتنا. فيجي يقول لك بما تفسر الطاقه اساس الصناعه؟ هتقول له لانها لازمه لتشغيل الات في المصانع. طيب ندخل بعد كده على تاني حاجه معانا، وهي لازم نعرفها ان الانسان ما سابش الموارد الطبيعيه دي زي ما هي، لا ده الانسان بدا ان هو يلوث الموارد الطبيعيه، بدا يغير الموارد الطبيعيه، ما بقاش يستعملها زي ما ربنا كان مديها له. بدا يلوثها ازاي؟ بدا الانسان ان هو يعمل لها عمليه تلوث، والتلوث ده هو تغيير الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للانسان، ان انت تغير الموارد الطبيعيه دي فتصبح غير نظيفه. خلاص هي ربنا كان خلالها في الميه نظيفه، فانت لو لوثتها فالميه اصبحت غير نظيفه، فبالتالي انت مش هتقدر تستخدمها تاني بعد كده. ربنا خلالك الهواء نظيف، فانت عملت له عمليه تلوث يعني غيرت فيه، فبالتالي الهواء ده بقى هواء ملوث، فمبقاش صالح انك تستعمله ويسبب لك امراض لو انت تنفست الهواء الملوث ده. وحاجات كتير ربنا اداها لنا من الموارد الطبيعيه، بس للاسف الانسان عمل لها عمليه تلوث. اللي هو يعني ايه تلوث؟ تغيير الموارد الطبيعيه فاصبحت غير نظيفه، او ممكن نقول تغيير الموارد الطبيعيه فاصبحت غير صالحه لاستخدام الانسان. طيب النقطه اللي بعد كده، بعد كده عندنا نتكلم بقى عن الموارد المائيه. الميه بتتقسم الى حاجتين، في ميه العذبه اللي احنا بنشربها مع بعض يا شباب، وفي الميه المالحه اللي هي بتبقى موجوده في البحر، ودي الميه المالحه احنا ما بنقدرش نشربها، بتبقى موجوده في البحار. فاحنا عندنا الميه نوعين، ميه عذبه وميه مالحه. يبقى الميه عندنا كام؟ نوعين، مياه عذبه ومياه مالحه. طيب هنتكلم اول حاجه عن المياه العذبه. المياه العذبة بتعتبر زي ايه؟ المياه العذبة موجودة في نهر النيل في مصر، بحيرة ناصر، والوادي والدلتا، كل دي أماكن في وجود، احنا عارفين طبعا نهر النيل موجود في مصر، فعشان كده المياه العذبة موجودة في نهر النيل، واحنا بنشرب من نهر النيل، موجودة في بحيرة ناصر، ودي بحيرة احنا خدناها مع بعض جنب نهر النيل، وموجود في الوادي والدلتا. طب المياه الجوفية، ايه هي المياه الجوفية؟ المياه الجوفية ديت بتبقى موجودة في باطن الأرض أو في تحت الأرض، والمياه الجوفية دي بنستعملها فين؟ بنستعملها في الواحات. طيب آخر حاجة من مصادر المياه العذبة هي الأمطار الشتوية، والأمطار الشتوية دي بتبقى موجودة في الساحل الشمالي في مصر وشمال سيناء، يعني الأماكن دي بتسقط فيها المياه العذبة على هيئة أمطار، وبنستعملها أو بتستخدم هذه الأمطار في الزراعة. لو في الكلام ده فين؟ في الأمطار الشتوية في الساحل الشمالي وفي شمال سيناء. نيجي بقى نتكلم عن أهمية المياه العذبة. المياه العذبة مهمة في إيه يا جماعة؟ أول حاجة بنستعملها في الزراعة، أول حاجة بنستعملها في الزراعة، إن إحنا بنستعمل المياه العذبة دي عشان نسقي النباتات بتاعتنا، ولا هنسقيها مياه مالحة؟ لأن النباتات
بتاعتنا بتتسقي بالميه العذبه. لو احنا فكرنا ان احنا نسقي النباتات بالميه المالحه مش هينفع، النباتات هتموت. عشان كده اول حاجه اهميه الميه العذبه تستخدم في الزراعه. تاني حاجه معانا انها مصدر رئيسي للشرب. احنا بنشرب ايه يا اولاد ويا بنات مع بعض؟ بنشرب الميه العذبه. يبقى تاني حاجه في الميه العذبه اهميتها ان هي مصدر رئيسي للشرب. تالت حاجه يا اولاد مع بعض انها مصدر للثوره السمكيه. برافو عليكم ان احنا بنجيب منها الاسماك بتاعتنا. يبقى المياه العذبه هي مصدر للزراعه، بنزرع منها النباتات اللي احنا بناكلها. المياه العذبه مصدر رئيسي للشرب، كمان بنشربها وقلنا بنشرب من المياه بتاعت نهر النيل، وكمان مصدر رئيسي للثروه السمكيه ان احنا بنستعمل المياه العذبه ونطلع منها الاسماك اللي احنا كلنا بناكلها في بيوتنا مع بعض. يبقى اهميه المياه العذبه مستخدم في الزراعه، مصدر رئيسي للشرب، ومصادر للثروه السمكيه. يبقى لما يجي يقول لك جمله تفسر اهميه المياه العذبه هتقول له عشان مصدر رئيسي للشرب وتستخدم في الزراعه ومصدر للثروه السمكيه. نيجي اللي بعده. وكمان المياه العذبه دي بنستعملها في توليد طاقه اسمها الطاقه الكهرومائيه. يعني ايه الطاقه الكهرومائيه؟ بنولد الكهرباء. بنولد الكهرباء عن طريق المياه، عشان كده سميناها باسم الطاقه الكهرومائيه. تاني بنولد الكهرباء عن طريق المياه، عشان كده سميناها باسم الطاقه الكهرومائيه. فالطاقه الكهرومائيه دي احنا بنولدها فين في مصر؟ بنولدها من عند السد العالي. بنركب اجهزه على السد العالي وبنستعملها في توليد الطاقه الكهربائيه، عشان كده احنا قلنا بنسميها الطاقه الكهرومائيه. يعني احنا بنولد الكهرباء عن طريق المياه. يبقى المياه العذبه تستخدم في الزراعه، مصدر رئيسي للشرب، مصدر للثروه السمكيه، ومصدر لتوليد الكهرباء في السد العالي. طيب نتكلم بعد كده ان كمان اهميه المياه العذبه ان احنا بنستعملها كمان في النقل، ان احنا ممكن السفن تمشي في نهر النيل عشان توصل من مكان للتاني، او عشان توصل السلع والبضائع بتاعتي من مكان للتاني، فده بنسميها طريق النقل. يبقى المياه العذبه تستخدم في الزراعه مع بعض، نقول مع بعض يلا مع بعض، تستخدم في الزراعه، مصدر رئيسي للشرب، مصدر للثروه السمكيه، ومصدر لتوليد الكهرباء، ومصدر للنقل لان رخيصه ورخيصه وهامه. طيب نتكلم بقى عن السد العالي. السد العالي ده بيحمي مصر من الفيضان. وكلمه فيضان يا اولاد عشان تبقوا عارفين هو زياده منسوب المياه في نهر النيل. زياده منسوب المياه في نهر النيل اعلى من ضفافه، يعني سد نهر النيل يبقى منسوب المياه فيه قليل شويه. المياه بترجع تعلى لغايه لما تعلى تفيد خالص او تبقى موجوده على جنبي نهر النيل وتغرق الاراضي اللي موجوده على جنبي نهر النيل. تخيل انت معاك ازازه ميه، وازازه الميه دي انت مليتها ميه على الاخر، بعد ما تملاها على الاخر الميه بتعمل ايه؟ بتدلق من ازازه، بتفيل من ازازه. فهو نهر النيل ليه مستوى معين، لما الميه بتزيد فيه بتغرق الاراضي اللي حواليه، وده معنى كلمه فيضان. يبقى الفيضان زياده منسوب الماء في النهر اعلى من ضفافه. طيب كمان ايه اللي بيحمينا بقى من الفيضان يا اولاد؟ هو السد العالي. يبقى لما انا اقول لك في سؤال ايه بما تفسر اهميه السد العالي؟ هتقول له ان هو بيحمي مصر من الفيضان، وبيحميها من الجفاف، وكمان بنستعمله في توليد الكهرباء. طب يا مستر انت قلت لي فيضان يعني ايه؟ ده هو زياده منسوب الميه. ايه هو الجفاف ده يا مستر؟ الجفاف ده يا جماعه اللي هو ندره الميه، ان الميه تيجي في موسم معين او تيجي في سنه معينه ما تسقطش امطار فالميه تقل، الميه تبدا تقل، يبقى الفيضان زياده منسوب الميه، اما الجفاف ندره المطر، يعني المطر ما بينزلش، او ندره المياه، فالمطر المطر ما بينزلش في موسم معين او في سنه معينه، فبتبدا منسوب الميه يقل، فده بنسميه جفاف، لكن لما منسوب الميه يعلى ده بنسميه ايه؟ فيضان. طب ايه اللي بيحمينا من الفيضان يا اولاد؟ السد العالي. طب ايه اللي ولد لنا الكهرباء يا اولاد؟ السد العالي. طيب بعد كده بما تفسر قيام الزراعه في شمال سيناء. ليه الزراعه بتقوم في شمال سيناء؟ قال لك لانها بتعتمد على المياه الامطار الشتويه، بتعتمد على مياه الامطار الشتويه. طيب الزراعه قلنا بتعتمد في ايه في شمال سيناء؟ بتعتمد على مياه الامطار الشتويه. يبقى شمال سيناء والساحل الشمالي في مصر وشمال سيناء كل الامطار فيهم بتقوم او الزراعه فيهم بتعتمد على مياه شتويه، يعني بتسقط الامطار في فصل الشتاء فبتبدا تقوم الايه؟ الزراعه.
بعد كده عندنا معلومة مهمة. عندنا بعد كده أهمية المياه المالحة. المياه المالحة مهمة في إيه يا أولاد؟ إنها مصدر رئيسي للثروة السمكية، بتطلع منها الأسماك. كمان مصدر رئيسي للأملاح، خيار الملح اللي إحنا بنستعمله في البيت ده بنطلعه برضه من المياه المالحة، اللي هو ملح الطعام اللي إحنا بنحطه في الأكل. كمان بتستخرج منها، بتطلع من المياه المالحة دي البترول والغاز الطبيعي. يبقى تاني بما تفسر أهمية المياه المالحة، مصدر رئيسي للثروة السمكية، مصدر رئيسي للأملاح المهمة، ويستخرج منها البترول والغاز الطبيعي. طيب كمان بنستعمل المياه المالحة برضه زي المياه العذبة في إن إحنا بنستعملها في النقل، إن السفن بتمشي في البحار والمحيطات عشان توصل الطرق أو عشان توصل البضائع أو السلع، وبنستعملها في التجارة. بما تفسر أهمية المياه المالحة، مصدر رئيسي للثروة السمكية، مصدر رئيسي للأملاح الهامة، يستخرج منها البترول والغاز الطبيعي، وبتستعمل في النقل البحري والتجارة. بعد كده الإنسان بدأ ازاي نقدر نحافظ على الميه العذبه والميه المالحه. الانسان بيقدر نحافظ عليها ازاي؟ ان الانسان ما يرميش المخلفات بتاعه المدن في الميه، الزباله والحاجات دي كلها ما نرميهاش في الميه. نمنع ان السفن كمان انها ترمي الميه او ترمي المخلفات بتاعتها او ترمي المخلفات بتاعتها في الميه. كمان ما نرميش مخلفات المصانع في المياه العذبه عشان ما نلوثش المياه العذبه. كمان المفروض ما نرميش كل الحاجات دي، والمفروض ان احنا نحافظ على المياه العذبه، ما نرميش فيها الميه بتاعه المصانع، ما نرميش فيها الميه بتاعه الصرف الزراعي، ما نرميش فيها الميه بتاعه الصرف الصحي. فكل الحاجات دي مهمه جدا عشان نقدر نحافظ على الميه، ما نرميش فيها مخلفات المدن، ما نرميش فيها النفايات في مياه البحر، وما نرميش مخلفات المصانع في مياه الانهار والبحار. وبكده يا جماعه احنا اتكلمنا النهارده عن الدرس الاول اللي هو انواع الموارد والموارد المائية. والسلام عليكم.